الحقيقة إن الشاب المصري اللي في اسكندرية اللي طلع فوق تقريبا محطة سيدي جابر تقريبا ورفع علم فلسطين كان عامل زي صرخة في عالم من الأموات. أنا عايزك تتفرج على المشهد ده وتراقب تصرفات الناس اللي حواليه. يعني شوف المشهد ده كده. لا اقف هنا بس، بص الناس اللي ماشيه تحت، يعني الراجل ده اختار اللوحه علشان ياخر صعود الامن ليه، يعني الامن كده عبال ما يطلع له يكون الراجل وصل رسالته. بص الاسكندراني ماشيين تحت، العب كده العب كده، شايف هو تقريبا ظهره لمحطه القطر، شايف شايف الناس اللي ماشيه تحت ماشي عادي جدا. الناس اللي ماشيه تحت دي هتروح لفتح الله اللي في الرصافه عشان تاخد كيس سكر ب 27 جنيه فتتمرمط. بس المهم نتمرمط، احنا في المرمطه مالكش دعوه بينا يعني، ما لكن نقف كده ونقول تحقي يا السيسي عميل والحاجات دي، لا مش عايزين. يعني ناخد كيس السكر ببهدله ومرمطه وقله ادب. الناس ماشيه عادي. الناس ساكتين. بص الناس خايفه ترفع راسها لفوق. انت تعرف، معلش اقف هنا كده، انا وانا بتفرج على الفيديو ده دلوقتي، انا شفته امبارح بس وانا بتفرج عليه دلوقتي افتكرت القصيدة الرائعة لأمل دنقل. القصيدة بتصور ان سبارتاك محارب العبيد في الاخر القيصر قبض عليه بعد ما بهدل روما، وكان كل فكرة سبارتاك انه يحرر العبيد. قبض عليه وانتصر الجيش الرومي عليه الروماني عليه، وفي الاخر مسكوه حطوه هو وزمايله على صلبان، ما اصل فكرة الصليب ده اصلا فكرة رومانية يعني، حطوه على الطريق مصلوب كده هو ورفاقه من قادة التمرد. فأمل دنقل له قصيدة اسمها كلمات سبارتكس الأخيرة تقريبا تقريبا ده اسمها، وفي اسكندرية، لا مش في اسكندرية، هو بيقول يا اخوتي الذين يعبرون الميدان مطرقين ارفعوا اهي، معلق انا على مشانق الصباح وجبهتي بالموت محنية لاني لم احنها حية. يا اخوتي الذين يعبرون في الميدان مطرقين منحدرين في نهاية المساء في شارع الاسكندر الاكبر، لا تخجلوا ولترفعوا عيونكم إلي لأنكم معلقون جانبي على مشانق القيصر، فلترفعوا عيونكم إلي لربما إذا التقت عيونكم بالموت في عيني يبتسم الفناء داخلي لأنكم رفعتم رأسكم مرة. تعال بقى شوف الفيديو، هات بقى الفيديو، حتى مش قادرين يرفعوا راسهم يبصوا عليه، والناس اللي معدية في شارع الاسكندر في نهاية المساء مش عارفة ترفع راسها حتى عليه، خايفين يرفعوا راسهم عليه يبصوا بعضهم. لأنكم إذا رفعتم رؤوسكم مرة يبتسم الفناء داخلي، إذا لأنكم رفعتم رأسكم مرة. الناس دي هتروح معرفش فين، في اسكندرية، في محرم بيه، في سيدي بشر، في المنتزه، يروحوا يتخانقوا على كيلو سكر ويتمرمطوا بس ما يرفعوش رؤوسهم. معلق أنا على مشانق الصباح وجبهتي بالموت محنية لأني لم أحنها حية. ده اللي لفت نظري، احنا وصلنا ازاي للمرحلة دي؟ لا أرض بتتباع بتخلينا نتكلم، ولا أسعار عالية بتخلينا ننطق، ولا حتى المشاركة في الحصار تخلينا نقف مع اللي بيصرخ حتى ولو بالتضامن.